الله الرحمن الرحيم. هنبتدي المزاد دلوقتي. بعلي القلم ده. سؤال مشهور معظمنا سمعه في الفيلم الأمريكي The Wolf of Wall Street، لما سأله ليوناردو دي كابريو الواحد شغال في المبيعات. بعيدا عن التمثيل، أحب أقولك إن السؤال ده لو جاوبت عليه فعلا فأنت لخصت مهنة المبيعات. هتقول لي إزاي؟ ما الناس كلها ممكن تبيع قلم. هقولك هي دي المشكلة، إزاي تقنع الناس تشتري منك منتج متوفر في كل مكان؟ صعبة صح؟ إجابة السؤال ده اكتشفها شاب بريطاني اسمه جيسون هيفنز، كان بيشتغل مندوب لبيع هواتف محمولة للشركات. حسب تقرير موقع بي بي سي سنة 2004، صديقنا جيسون كان بيعتبر نفسه أصغر وأقل موظف مبيعات في الشركة اللي بيشتغل فيها، إلى جانب أن الحالة ضنك ومفيش عمولة. في يوم من الأيام مديره طرده وقال له ما شوفكش إلا وإنت محقق التارجت. هيفنز في اللحظة دي ما كانش متخيل أنه هيكمل في الشركة، مش بس كده وكمان هيحقق كل أحلامه بعد 3 سنين. السر في التحول الكبير ده هو أن جيسون قرر يغير طريقة بيعه للمنتج ويسأل نفسه إزاي يخلي الشركات تتعاقد معاه رغم أن في غيره 500 موظف مبيعات بيقوموا بنفس الشغلانة. في اللحظة دي أدرك أن الشركات عمرها ما هتشتري منه أجهزة جديدة، لأن عقود الصيانة والمتابعة مع الشركات المنافسة كانت سريعة. علشان كده قرر يدور ويعرف العقود دي هتخلص إمتى ويتصل في نفس التواريخ علشان يستغل الفرصة ويعرض منتجاته وخدماته بسعر منافس ويكسب السوق. جيسون هيفنز بعد فترة بقى من أنجح موظفي المبيعات في الشركة، لأنه امتلك المعلومة وعرف إمتى وإزاي يبيع المنتج للعميل.